ضمن جولتنا السياحية حول العالم نتوقف هذا الأسبوع مع مروة فهمي وعادل عيدان في البندقية الإيطالية التي تتشكل من مجموعة جزر، حيث سنزور ساحة سان ماركو الشهيرة، مكان انطلاق كرنفال البندقية الشهير طبعا اللي بيقام عادة في آخر يناير وأوائل فبراير من كل عام. هي طبعا المكان المعروف بالأقنعة، المشهور بالأقنعة التي تقدم في هذا المهرجان. فلنشاهد هذا التقرير مع هالزميلين الحلوين. نبدأ رحلتنا السياحية هذا الأسبوع في مدينة البندقية أو فينيسيا، وذلك بزيارة ساحة سان ماركو وهي أحد معالمها السياحية، كما سنزور قصرا بني على الطراز المعماري القوطي التقليدي. هيا بنا. ساحة سان ماركو تمتد نحو القناة الكبيرة في الشطر الجنوب الشرقي للبندقية، تتوسطها كاتدرائية بيزنطية تشتهر ببنائها الفريد، حيث بنيت وفق فن العمارة البيزنطية، عرفت بكنيسة الذهب أو الكنيسة المذهبة لتصميمها المذهل والفسيفساء المطلية بالذهب المستخدمة فيها. تعد ساحة سان ماركو مكان انطلاق كرنفال البندقية أو كرنفال الأقنعة كما يسمى في أوروبا. تعود جذور هذا الكرنفال إلى القرن الرابع الذي يرتدي رواده الأزياء التاريخية والأقنعة الملونة والمزركشة. وهنا أنصح بشراء الهدايا من المتاجر الواقعة خلف هذه الساحة، فأسعارها أقل بكثير من تلك المتاجر المطلة على الساحة مباشرة وقد تصل إلى النصف أحيانا. قصر دوجي بني على الطراز المعماري القوطي التقليدي ويعتبر من أهم معالم مدينة البندقية أو فينيسيا. يحوي متحفا يزوره مئات آلاف السياح سنويا، ويعرض الغرف التي كانت تستعمل كمقر ومسكن لوالي فينيسيا أو البندقية القديمة، وكذلك الغرف السرية والسجون الداخلية لهذا القصر، ويعرض أيضا لوحات لكبار الفنانين الإيطاليين. تعتبر زيارة قصر دوجي تجربة فريدة من نوعها، فهي تأخذك في رحلة بين الفن المعماري المتقن والمشاهد الفنية المدهشة. ليث بزاري، العربية، البندقية، إيطاليا. بونجورنو عادليتو، بونجورنو كومو ستاي. لسه طازه مروة. انا بستغرب كيف بيحكي كل لغات العالم كانه هو الابن بطوطه. هو لغته ولهجته هي سبع صنايع والبخت ضايع. خلصنا. طيب، ليث بزاري زميلنا اللي دائما نحسده على تنقله في هذه الفيلر اللي قبل شوي. اي والله حسدناه لما قلنا بس تجول وكان في جوله في ايطاليا شملت روما، فلورنس، فينيسيا البندقية طبعا، صحيح، وغيرها.
بنيسي هنشوف التقارير في الحلقات القادمة. خلينا يعني تدينا فكرة شاملة عن الموضوع قبل ما ندخل في البندقية والملامح التاريخية على الآخر. طبعا استمتعنا. كان يجيك مغص شيء لأنه إحنا دايما حاسدينك ما نغبطك نحسدك. تعرف عادل مش مغص هي أثناء التصوير الناس كتير ما بيعرفوا بشوفوا التقرير يقدم على الشاشة صحيح. أو ينجز. أنت بتعرف عادل كنت على الأرض بتعرف كيف تصوير وما زلت اللي بيصير إنه الشخص لما بشوف التقرير بفكر إنه تم إعداد التقرير. الله يعطيك العافية. كنت على الدراجة النارية وصورنا تقريرين وراح يعرضون هالأسبوع واحترقنا. طيب هلأ أكيد راح يحسدوك مروة و... لا ما لا أنا مش أحسده أنا بحسدك أنت. بالضبط إنه الناس بيفكروا إنه تحضير التقرير بأخذ مثلا تقرير دقيقتين ونص أو ثلاث دقائق بأخذ نص ساعة تصوير. هو بالفعل يوم كامل تصوير بغض النظر عن العقوبات قد تكون إنه تصريح التصوير قد يكون حالة الطقس الشو بالحر. طبعا التلفزيون ما وصلنا للتفاعل والتكنولوجيا إنه الواحد يحس بالحر الموجود في التلفزيون أو بالمنطقة الموجودين فيها. هلأ البندقية تتميز بأكثر من أشياء. الحلو بالموضوع إنه البلد موجودة في وسط هالجزر تتكون منها البندقية. بس لاحظت كثير من السياح بيجوا بعدوا على المينلاند ما بعدوا بالجزيرة، يعني بعدوا على الأرض مش بالجزر بالخارج البندقية على الأوتيلات الموجودة. ليه؟ للأسعار طبعا. هي فكرة منيحة ممكن تقضي اليوم في البندقية أو يومين مثل ما تفضلت قبل شوية مروة. ممكن الواحد بتوقع ثلاث أربعة أيام واليوم الخامس يتعرف على الأكل لأن كل منطقة بأوروبا كل مدينة تتميز في أكلها. قد تكون أنواع الأكل قد تكون البهارات اللي تستعمل في الأكل. بأوروبا أنت بتعرف عادة المسافر كتير وشايف ومروة كمان دايما ليث يعني بينصحوا أنه البندقية زيارتها ما تبقاش أكتر من يومين. يقول لك أنه ممكن نستغل الوقت ده في أماكن تانية زي فلورنس وزي روما. هذه الفكرة جبنا خمس تقارير عن البندقية مشان نبين للسائح العربي كيف يستغل الخمس أيام في زيارة البندقية. إذا لاحقوا التقارير على فكرة بوصلني كتير على الإنستغرام مسج بيسألوا كيف وين. بقول لهم يا جماعة بس افتحوا قناة العربية السياحة عبر العربية كله موجود. كل التقارير كيف؟ كل التقارير موجودة طبعا في البرامج العربية. يعني هي عبارة عن كتاب سياحي يقدم بطريقة متلفزة إلى صوتي ومرئي. يعني الواحد بيقدر يشوف مش بس يقرأ. بس خليني أسألك يعني دائما يمكن أنا أستغرب أنه التحضير لهذه المعلومات اللي تقدم عن المدينة عن الأكل طريقة هذه كلها صعبة. كيف أنت قاعد تبحث بين خفاياها؟ عادل التحضير أكثر من أوقات التصوير. دائما على التحضير قد يكون شهر. يعني الرحلة القادمة هلأ بنحضرها سري تقريبا شهر ونص بنحضر أمور. هلأ في رحلة طبعا على نيبال على الهند. نيبال والهند الهند مومباي نيو دلهي جوا الآن صارت وجهة سياحية للسياح الخليجيين طبعا. هند معروفة وسريلانكا وسيشل في نهاية العام. يا طيب أفضل مدينة شفتها في إيطاليا؟ بتعرفي هذا الجواب كثير السؤال بيسألوني إياه كثير. لا يوجد لا أفضل مدينة ولا يوجد أفضل الأكل الأطباق لأن كل مدينة تتميز. قد تكون من ناحية شو في ناس بحبوا الطبيعة فما بتقدر تقولي نيويورك أجمل مدينة. في ناس بحبوا المتاحف فما بتقولي طوكيو. في ناس بحبوا الأكل. يعني كل سبحان الله تجمع هالمدن يقدم جمال الكرة الأرضية جمال المناطق اللي بنزورها. يعني بنشوف إحنا على الهواء هاي حمامات كاراكلا. كاراكلا هي من أقدم الأماكن الحمامات المياه المعدنية في العالم. وجدت أيام الرومان طبعا. يعني هاي بتقدر تضميها من تعتبر إيطاليا الأثريات الأثري المناطق الأثرية. تعتبر إيطاليا متحف كبير. هي متحف كبير لأنها بتعرفوا بالحرب العالمية ما انصابت كثير روما فهي من أكثر المدن اللي بعد فيها الأثر. في إصلاحات في روما طبعاً في بعض طبعاً المناطق طبعاً. طيب أنا الآن يعني لما أحب أسافر الليث على ماذا أركز خاصة أنه يعني ليس هناك وقت كما قلت كيف أزور شغلة أساسية ما تركزوا على يعني على الجوجل تحليل. في كثير ناس بزوروا المدينة بيعرفوا كل شيء عنها قبل ما يسافروا. طيب. هذا مش حلو مثل ما تشوف فيلم تحضر نهايته قبل ما تشوفه. بعض الفنادق ما تساعدك بأنه تأخذ هذه المعلومات حتى تزور. يعني أنت مثلا فينيسيا على سبيل المثال أنا واحد من الناس رحت لها مثلا ليلتين ما استطعت أني أروح إلى الجزر
الجزر هي الواحد بحضر أثناء التحضير. ليش بنقول يشوف التقارير هلأ؟ مش بس تقارير، ممكن طرق أخرى من الطرق الممكن الواحد يشوف فيها ويتعرف، بعمل بحث على جوجل ولكن دون تعمق. يعني شو أهم المناطق اللي ممكن تزورها في البندقية؟ طيب. شو أكثر الأكل الشهرة في البلد؟ تقدر تزور السائح العربي متعود ما يصحى بكير، فهيك في السياحة بتعود الواحد يستغل نهاره، لأنه بأوروبا وحتى بأكثر المناطق السياحية بالعالم بعد الساعة 7 مساء خلص انتهى الموضوع. يعني أصحى بكير بتشوف كتير، نام بكير وقوم بكير بتشوف الصحة كيف بتصير. لا شو بدك بالصحة، بتشوف مناظر بتشوف الصحة يا حكي بتصير. طيب شكرا لك ليث بازاري، كنت معنا في الاستوديو، تحدثنا عن جولتك في ايطاليا. اكيد هيكون في يعني تقارير، سلسله تقارير. نعم الاسبوع هذا في كثير تقارير عن البندقيه، رح تشوفوا كيف البندقيه هي من اجمل مدن العالم. على فكره اكثر محبي البندقيه هم الاناث والذكور، الاناث الاناث معنا فلورنس اكثر عشقا من سيها. هلا احنا يلا طيب. شكرا ليث مازاري، يعطيك العافيه. شكرا شكرا.